فلاح تهديها لكم مجموعة القرد الفلاحي للمغرب. مجموعة القرد الفلاحي للمغرب التزام دائم. سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا ما بين غيم وصفا في جل النواحي ما عدا في واد الذهب، فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يعطي شي اشتواد ديال الخير في العشية في نواحي تادلة الحوز درعا وتافيلات، وشوية في الصباح حتى في الساقية الحمراء. الريح غادي يصوت من الجهة الشرقية في النواحي الأطلسية والشرقية، وكذلك بعض النواحي الشمالية الغربية بحال اللوكوس والغرب. أما في المناطق الأخرى الريح غربي، القوة ديالو معتادلة عامة وما مجهدة شوية إلا في الساقية الحمراء. الرطوبة في الجو طالعة ما بين 60-85% في كل النواحي الفلاحية في بلادنا. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، 11 درجة في درعا، 12 درجة في تافيلات والأطلس المتوسط، 16 درجة في الحوز، 17 درجة في الشاوية عبدة سايس تادلة وناحية الريف، 18 درجة في اللوكوس وناحية الدكالة، 19 درجة في الغرب، 20 درجة في سوس والمنطقة الشرقية، و 21 درجة في الساقية الحمراء وواد الذهب. وفي الليل ما بين 6-11 درجة في جل النواحي ما عدا في الأطلس المتوسط، فاش غادي تهبط وتوصل لجوج ديال الدرجات. إذن الحل غادي يبقى مقلب ما بين غيام وصفا مرة مرة في جل النواحي، وغادي يزيد يعطي شي نشاط ديال الشتاء في بعض النواحي الوسطانية والشرقية. الريح معتدل في القوة ديالو والرطوبة عالية والحرارة عادية ديال الموسم، وهذا الطقس غادي يشجع عدة فلاحة في هاد المناطق واللي مازال ما زرعوش باش ينوضوا يزرعوا الحبوب ديالهم باش تستفدوا من هاد الروة. لكن من الأحسن إلى يزرعوا مباشرة بلا ما يحطوا البلاد، أي يخدموا هذيك التقنية ديال الزرع المباشر اللي توصوا بها المختصين في البور وفي بحال هاد الظروف ديال هاد الطقس. والله المعين. طقس فلاح تهديها لكم مجموعة القرد الفلاحي للمغرب. مجموعة القرد الفلاحي للمغرب التزام دائم.